أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. حلقت لأول مرة طائرات مضادة للغواصات روسية الصنع إلى حدود المحيط الأطلسي، وفي هذه الحالة كان هناك طيران خصوصا منه الفرنسي عبر الرافال البحرية الجديدة التي عملت أول طلعاتها باتجاه ضد داعش في عملية شمال. كانت قد طارت أيضا من فرنسا باتجاه هذه الطائرة وحجبها ومراقبتها، في حين كان من المعتقد للغاية أن هذه الطائرة تيو-142 كانت ستكون في حالة دائرية في طيرانها لمدة أكثر من 11 ساعة ونصف الساعة إلى الجزائر، وبالتالي كان خط الطيران ليس موجها من المحيط الأطلسي إلى في طريق العودة بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط في جزء كبير منه. وكانت عملية إحاطة جوية في الانطلاق من النرويج بهذا الاعتبار إلى المحيط الأطلسي مرورا عبر البحر الأبيض المتوسط، ومن هناك في طريق العودة إلى نفس ما انطلقت منه. في هذه المناورة في يوم 17 أي قبل 5 أيام 17 شتنبر 2020، لاحظ الفرنسيون على أن هذا لا وجود الطائرة ولا وجود كلاس كيلو الروسية الصنع من الغواصات اليوم لدى الجزائريين الثلاثة بشكل مؤكد، لأنه بين 2020 و2022 كانت ستضاف إليها للوصول إلى 6 غواصات من نفس كيلو 636. هذه الغواصات اليوم هي في حدود 50% مقارنة مع البروجكت أو المشروع الذي سيصل إلى 2022. هذه المعضلة بالنسبة لفرنسا في قضية الإحاطة بتيو-142 وبالتزود الجزائر بتقنية صينية ملحقة بغواصاتها، نحن نقصد كيلو 636. هذه الغواصات هي التي أصبحت اليوم تؤرق مضجع الفرنسيين بعد التحدي الذي حدث للأتراك، وهم يتخوفون جدا من تحدي البحرية الجزائرية لفرنسا في باقي البحر الأبيض المتوسط، خصوصا ونحن نزف هنا أن حقل غاز اليوم موجود في الشواطئ والمياه القريبة من الجزائر، وهذا ما يخاف أو يتخوف الفرنسيون من تصعيد جزائري محتمل في الدفاع عن هذه المياه وما تحتها. وهنا حاولت باريس الضغط بقوة من أجل تحويل شرقي المتوسط هذا المنتدى غاز شرقي المتوسط إلى منظمة إقليمية. كان مهما بالنسبة للفرنسيين أن يطلبوا الآن، الأمريكيين يطلبون من هذه المنظمة أن يكونوا عضوا مراقبا، لكن الفرنسيين يريدون أن يكونوا فعلا ناشطا أو على الأقل فعضو فاعل في هذه المنظمة. إذن بالنسبة لهذه المنظمة الإقليمية يريدون جهد الإمكان، الفرنسيون يريدون جعل شرقي المتوسط هذه المنظمة الإقليمية للدفاع عن مصالحهم أمام الشواطئ الجزائرية، وبالتالي فإن ترسيم الحدود الجزائرية البحرية أصبحت اضطرارا وضرورة استراتيجية وجيوسياسية للجزائريين، لأن الفرنسيون يفكرون بمنطق آخر وبمنطق استعماري في اتفاقيات أنجزت. ليس هذا موضوع لتدقيقها، إنما المهم عندنا هو التوجه ضد البحرية الجزائرية وعدم تمكينها من الوصول إلى قدرة استراتيجية يمكن أن تضع الجزائريين أمام استغلال كامل لما تحت مياههم الإقليمية،
وأيضا بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الخالصة. وبالتالي فنحن أمام رؤيتين، الرؤية الإيطالية ورؤية أخرى. رؤية إيطالية تحاول أن تضع تونس قبل الجزائر في أي ترسيم، والفرنسيين الذين يريدون ترسيما لهذه الحدود قبل الوصول إلى طرح مشكلة الحقل الغازي الجزائري. هنا سؤال خطير للغاية، وبالتالي هناك وجه عسكري لهذه المسألة، ثم وجه جيوسياسي وأيضا سياسي. وبالتالي فنحن سنركز على ما حدث من اضطراب بالنسبة للفرنسيين خوفا من التقنية الروسية الموجهة إلى الجزائر، واستطاعة البحرية الجزائرية الوصول إلى تقنية التكيف مع تقنية صينية في قضية الكيلو أو في قضية الأقلاس كيلو. وهنا نستحضر جميعا أن غواصتين جزائريتين من هذا الطراز، الأولى للرئيس حاج مبارك تحت الصفر 12، وهناك الثالثة عشر وهو الرئيس الحاج سليمان. إذا منذ هذا التطوير للكيلو من الصين هو الذي خلق مشكلا بالنسبة للفرنسيين، خصوصا أمام ترتيب محتمل لتطوير الرادار سنوب الموجود عليها مع الأتراك، وهذا ما يخيف الفرنسيين. وبالتالي فأصبح هناك الاستقبال الذي حدث بالنسبة لغواصتين، أطلقت صواريخ كلاب اس المعروفة ب 3M54 أو 3M14 بريزا، أو أيضا هناك الاس اس ان 29 و30. وهذه الصواريخ كلاب اس من 2013 وجدنا أن القائد صالح زار موسكو ووقع على هذه الصفقة على أساس أن تكون بست غواصات، لكن ثلاثة فقط هي التي توصل بها الجزائريون الآن من نفس الفئة 636 أو ما يدعى بالثقب الأسود، وهو من الجيل الثالث من الغواصات. لكن اليوم يحاول الروس تمديد هذا الإرسال بالنسبة للكيلو 636 إلى 2023، لكن الثلاثة الموجودة لدى الجزائريين اليوم هم مطعمون بصواريخ ذكية وبرادار جديد وبتقنية تركية روسية صينية محتملة. وبالتالي فإن الكلاس 636 ديزل كهربائية كما هو معروف، والأكثر همسا والثقب الأسود كما تسمى منذ 1982، هذا يجعل بشكل مباشر على أننا أمام غواصة جزائرية رابعة وخامسة وسادسة تثير ماكرون بعد الذي حدث تماما بالنسبة لتركيا، خصوصا وأننا أمام احتمال في السنة القادمة أو هذه السنة هناك سربان من سخوي 30 والام كا واحد، سرب من سخوي 35، سرب من ميك 29 ام 2، وايضا سربان من السخوي 24 مجدده، والسرب من السخوي 34. وهناك احتمال كبير للياك 130، وهذا ما يجعل تماما الترسانة الجزائرية لديها مفعول يسمونه رادعا اليوم في فرنسا. وبالتالي فإن استخدام الجزائر لطائرات مضادة للغواصات يجعلها تحت التهديد مباشرة. وبالتالي فإن ما جرى بالنسبة لما كشفته وزارة الدفاع الفرنسية وبشكل رسمي، فإن ما حدث من مناورات مع جيبوتي خصت أيضا غواصة من نفس الطراز،
وكان مهما جدا هو التعامل مع ثلاثة في المناورات رغم عدم وجود إلا واحدة منها. وهنا يطرح السؤال، لماذا بالتحديد تكون هناك خارطة جزائرية وتكون المناورات في جيبوتي على أساس هذه الخارطة الجزائرية؟ وعندما يتأكد بشكل واسع ودقيق على أن ما يجري اليوم من فرنسا هو محاولة لإجهاض الوصول إلى تسلم الميكو 636، ما تبقى من الصفقة أي 6 غواصات، ثم يعني نحن الآن أمام 50% فقط، إتمام لل 50%، وأيضا بالنسبة لوجود طائرات مضادة للغواصات. هذه الطائرات المضادة للغواصات التي الجزائر فاوضت سرا من أجلها، هذا ما تؤكده الولايات المتحدة الأمريكية بأن احتمالات وجود هذه الطائرات هي بنسبة 70 إلى 75%، وعملت على أنها من دون معلومات موثوقة، موجودة من دون معلومات موثوقة، وبالتالي فإنها تحت السرية، وهي الآن هذه الصفقة الآن هي تحت المراقبة. هل هي موجودة أم لا؟ لا يؤكدها الأمريكيون، أو على الأقل المخابرات الأمريكية لم تتمكن إلى الآن من الوصول إلى تدقيق هذه المعلومة، لا تواجدها عبر الأقمار الصناعية ولا أيضا محاولة للوصول إليها بطريقة أو بأخرى. هذا ما يعني أننا أمام سر خطير للغاية يحاول استكشافه الفرنسيون وأيضا الأمريكيون، مخابراتهم اليوم تعمل بشكل مكثف لمعرفة إلى أي حدود ستكون هذه الصفقة من 4 طائرات تيو 142 باتجاه الجزائر. هذا هو المخيف بالنسبة للبحرية والردع البحري والغواصات. فبالنسبة للوصول إلى 2023 كان مهم بالنسبة للفرنسيين الالتزام بهذا التاريخ، خصوصا بالنسبة للمكالمات الأخيرة ما بين كل من ماكرون والرئيس بوتين. هذا لا يعني التأثير في ما يسمى بالسلاح التاريخي الموجود كقاعدة تاريخية بالنسبة للجزائر في هذه المنطقة، فالسلاح الروسي لديه قاعدة متقدمة في الجزائر، وبالتالي فإن هذه التطويرات الحادثة خصوصا من الصين واستخدام هذه التقنيات من الصين سيجعلنا أمام تحدي حقيقي جزائري، لأن شيئين اثنين يؤثران بالنسبة للعملية بكاملها، خصوصا وأن طيران تيو تي يو 142 هذه الطائرة عندما كانت ستستخدم الأراضي الفرنسية وعبر المحيط إلى البحر الأبيض المتوسط، كان مهما لديها هو طاقة الاستعراض المحتملة، وكانت تراقبها، وهذا مهم جدا، وكانت الإشارة البحرية موجودة في قاعدة وهران على الأقل حسب المصادر الفرنسية. إذا نحن أمام ترتيب جديد لبحرية متقدمة يتخوف منها الغرب، لكنها بالأساس هي لا زالت قوة لا يمكن استخدامها إلا في حال الدفاع عن الحدود البحرية وأيضا المنطقة الاقتصادية الخالصة بالنسبة للجزائر. وهنا يطرح السؤال الخطير للغاية، إلى أي حدود سيسمح الفرنسيون للجزائريين بهذه الحدود؟ وأي منطقة اقتصادية ستكون؟ هل ستتكرر نفس السيناريوهات التي حدثت في الشرق المتوسط مع الأتراك؟ اليوم ليس هناك جزر، ولكن بالنسبة للفرنسيين لديهم جزر، وعندما يدافعون بهذه العقيدة عن جزري الجرف القاري للجزر اليونانية، فإنهم يدافعون أيضا عن كورسيكا، ويدافعون عن جزر صغيرة لديها جرف قاري في اتجاه أو في مواجهة الشاطئ الجزائري. إذن هنا الخطورة
المحتملة أن الفرنسيين لا يدافعون عن اليونانيون عن اليونانيين عفوا، بل إنهم يدافعون عن أنفسهم في معارك قادمة. هذه هي الخلاصة الخطيرة، وبالتالي أصبح هناك الردع البحري الجزائري هو اليوم قاب قوسين أو أدنى من هذه الرؤية الفاحصة بالنسبة للفرنسيين والمخابرات الأمريكية على حد سواء. إذن 2142 هو المهم اليوم، هل هذه الطائرات ستكون لدى الجزائريين؟ هل هناك إمكانية للوصول إلى هذه التقنية؟ خصوصا وأن الكيلو أو الكلاسمو كيلو 636 أصبحت اليوم مطورة، هذا شيء مؤكد، وأصبح هناك راداريا وإلكترونيا هناك توجه أيضا لهذا التطوير، وبالتالي أصبح هناك بالنسبة للروس سيجدون أمامهم الضوء الأخضر بالنسبة لكل ما هو سلاح جوي، لا مشكلة فيه، لكن المشكلة هو في إعطاء سلاح بحري حاسم وصعب بالنسبة للجزائريين. نحن ندرك جيدا على أن الجزائر تحاول أن تصل إلى 11 أو 12 غواصة متقدمة ومن الجيل الثالث بالنسبة لما يعرفه الجميع، لكنها تريد تطويرها إلى جيل ثاني وتريد صفقة من جيل ثاني وجيل أول. لما لا؟ لسبب بسيط، هو إعطاء اليونانيين هذه الفرصة، مما سيجعل من الجزائريين أيضا ولتحصين قدرتهم الهجومية فهم مضطرون إلى الانتقال أمام ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزائر، وهنا سيكون من الطبيعي جدا أمام الفرنسيين أن تكون هناك قوة رابعة، قوة هجومية، قوة لديها كامل الثقة في أن تتلقى التقنية الروسية المفتوحة. اليوم هناك تيو 142، الكل يراقبها، هناك ضغوط لعدم توصل الجزائر بها، لكن المسألة هنا تتعلق ببوتين. هل يستطيع بوتين أن يتعاطى بشكل مفتوح مع مع طائرات مضادة أو مقاتلة للغواصات؟ هذا ما يجب معرفته، خصوصا وأن المفاوضات قد تمت على الأقل حسب الأمريكيين، وأن المحادثات قد تمت، وأن قضية التصعيد الذي حدث أخيرا هو تصعيد مقصود، لا في جيبوتي ولا في المناورات من داخل الجزائر، من داخل البحر الأبيض المتوسط قبالة الجزائر، وهذا ما تأكد في يوم الجمعة. في يوم الجمعة كانت على الشواطئ الفرنسية سيناريو احتلال لقاعدة كبرى بحرية. هذا لا ليس المقصود منه بالضرورة الجزائر، وإنما هناك احتمال لهذا التواجد قبالة الجزائريين تماما. إذا نحن أمام تطورات خطيرة، يمكن ببساطة أن نقول معها أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة، مرحلة تحدي حقيقي من أجل استثمار ما لديها من غاز. قد يقال على أن الأمر لا يتعلق، لأن لديهم غاز وهم مصدرون للغاز كما يقول الفرنسيون، فلا داعي لهذا الغاز الغاز البحري، لكن المشكلة هذه مشكلة سيادة وليس قرارا فرنسيا في هذا الموضوع. هذا ما نريد تأكيده، خصوصا وأن وزارة الدفاع الفرنسية عملت تمرينين بهذا الخصوص، واحد في جيبوتي وواحد قريبا من شواطئها في أسبوع واحد. هذا ما يجب التنبيه له. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.